مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر ذلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل قصة يوسف أيها الأحبة الكرام، ووصلنا إلى هذا المشهد، وهو مشهد مؤثر جدا لمن كان له قلب. هذا المشهد هو عندما رجع الإخوة إلى البيت، أو رجعوا إلى أبيهم يعقوب عليه السلام، وتركوا يوسف في البئر، وأكل الإخوة الطعام وناموا على الفراش. ويوسف، لكن أين هو الآن؟ يوسف لم يكن في بيته في هذه الليلة، يوسف في البئر، لا فراش ولا طعام. نسي الإخوان يوسف وناموا، وما نام يوسف وما نسي أحدا، وبقي يعقوب عليه السلام يذكر يوسف حتى بيضت عيناه من الحزن، حتى ذهب بصره عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبقي يوسف يذكر يعقوب، ولم ينس هذا الموقف أبدا لإخوته. يوسف في البئر، البئر عميق، البئر في الغابة، البئر موحش ومخيف ومرعب، وكان ذلك في الليل، وكان الليل مظلم. السؤال هو الآن، السؤال الآن، كيف كان حال يوسف عليه السلام وهو في البئر؟ هل يوسف عليه السلام دعا بدعاء معين؟ جاء في بعض الأخبار والتفسير أن نبي الله يوسف عليه السلام لما ألقاه إخوته في البئر دعا بدعاء علمه له جبريل عليه السلام، وله ألفاظ مختلفة كما في الكتب. نص كما في تفسير القرطبي نقلا عن السدي وغيره أنه دعا فقال: اللهم يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة، ويا عالم كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، ويا حاضر ويا حي قيوم، أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك، وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة، هذا دعاء ذكر في بعض كتب التفسير، ووجب التنبيه لأن مصدر هذا الدعاء أو هذه الألفاظ هو كتب الإسرائيليات، فلم يرد وجه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه الكريم. وقد أمرنا ألا نكذب، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكذب أهل الكتاب ولا نصدقهم فيما لم يثبت عندنا فيه نص نفيا أو إثباتا، والله أعلم. والله تبارك وتعالى أظن لو كان يوسف عليه السلام دعا بدعاء معين لذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه، كما عندما ابتلع الحوت يونس عليه السلام دعا بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأنا أظن والله أعلم أنه لو دعا بدعاء معين لكان الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم. السؤال الآخر هنا في تدبر هذا المشهد: هل كان الشر متأصلا في إخوة يوسف عليه السلام؟ هل هو كان من طبعهم الشر، أو ممارسين لهذا الشر، أو متعودين على ذلك؟ لم يكن الشر متأصلا في إخوة يوسف عليه السلام، ولذلك نجد أنهم أخطأوا في حبك هذه القصة من أوجه ثلاث. الوجه الأول أنهم لو أرادوا مكيدة لتركوه إلى غير هذا اليوم ولعادوا به سالما ليطمئن أبوه إليهم، ولكن هكذا في أول يوم يأكله الذئب. ما هذا الذئب الذي وكأنه ينتظر يوسف في الصحراء حتى يخرج الإخوة ومعهم يوسف، وكأنه يركب متى يخرج حتى يأكله؟
فهذا من الوجه الأول. الوجه الأول يدل على أن إخوة يوسف عليه السلام لم يكن من شأنهم يعني التمادي في الشر أو الاستمرار على هذا الشر أو التفكير في إيذاء الآخرين، ولكن هم سولت لهم أنفسهم شيئا كما قال الله تبارك وتعالى على لسان يعقوب. الأمر الثاني أنهم أتوا بثوبه فخلعوا قميصه ولم يمزقوه، والذئب لا يعرف خلع القميص، الذئب لا يفك الأزرار، إنما يمزق الثياب تمزيقا، وخلعوا الثوب بهدوء ثم جعلوا في ذم شاة ليحتالوا على أبيهم. فهذا أيضا يدل على أن إخوة يوسف عليه السلام لم يكن من شأنهم يعني الاستمرار يعني على هذا الشيء أو التفكير في الإزاء وهكذا. الأمر الثالث أنهم جاءوا إلى أبيهم وقالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، كاد المريب أن يقول خذوني، يقولون إنك لا تصدقنا، وهذا علامة على أن في الأمر شيئا. يعني ما دام هم يقولون ذلك وما أنت بمؤمن لو كنا صادقين، يبقى إذن هناك شيء ما يعني يدل على أنهم هكذا في تردد في كلامهم. فإخوة يوسف عليه السلام هم تابوا بعد ذلك، وقيل أنهم هم الأسباط الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وقبل يوسف عليه السلام معذرتهم. أيها الأحبة، كذلك ينبغي علينا أن نأخذ التوجيهات والوصايا العملية التي تنفعنا والعبرة من هذا المشهد من القصة على التحديد. رقم واحد، احذر أن تكون خائنا للأمانة. احذر أن تكون خائنا للأمانة. إذا كان في رفقتك مثلا ابن صغير أو أخ صغير وذهبت به إلى مكان ما، اعلم أنه أمان. إذا كنت مدرس، أنت مدرس بتدرس في مكان وعندك طلاب تدرس لهم، فهذه أمان، إياك أن تؤذي أحدا ومثل هذه الأشياء. كذلك احذر أن تكون من أصحاب المظالم يوم القيامة، أن تكون من أصحاب المظالم يوم القيامة. فعندما فعل إخوة يوسف هذا بيوسف عليه السلام، هذه مظلمة، ولو أن يوسف عليه السلام لم يقبل معذرتهم لكان حاسبهم الله تبارك وتعالى على ذلك، وكان أخذ يعني أو كانوا أصبحوا من المفلسين يوم القيامة. ولذلك الظالم يأتي يوم القيامة ويكون من المفلسين. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. من صور الظلم إزاي؟ لما تكلم على واحد في غيابه تغتابه أو تقع في عرضه أو تشتمه أو تسفك دمه أو تعمل أو تسرق منه حاجة، كل هذا يعد من المظالم. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بالصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وكذب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر أن تكون من أصحاب المظالم يوم القيامة. الذنوب التي بينك وبين الله، الله تبارك وتعالى يغفرها لك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هناك ذنوب تتعلق بالمخلوقين، زي أكلت مال واحد، اغتبت واحد، أكلت مال حد، الكلام ده كله، فهذا يعد من المظالم. ولذلك كان الشرط الرابع من شروط التوبة، الشرط الرابع ما هو؟ رد المظالم إلى أصحابه. نستعيد كده شروط التوبة. رقم واحد، الإقلاع على المعصية، الإقلاع عن المعصية تمام. رقم اتنين، الندم على هذه المعصية. رقم ثلاثة، العزم على عدم العودة إلى هذه المعصية مرة أخرى. رقم أربعة، إذا كانت هذه المعصية تتعلق بآدمي، بتتعلق بشخص، فوجب عليك أن ترد هذه المظالم إلى أصحابها. ولذلك طلب إخوة يوسف كما سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، طلبوا من يوسف عليه السلام أن يعفو عنهم، وبالفعل هو عفى عنهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاحذر أن تكون من أصحاب المظالم يوم القيامة. رقم ثلاثة من التوجيهات، إذا بليت أو وقعت في مأزق، اعلم أنه لا يخرجك من هذا البلاء والمحنة إلا الله تبارك وتعالى. واعلم أيها الحبيب أن الأصل في هذه الدنيا أنها دار البلاء والامتحان،
قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. فلذلك أيها الأحبة، ينبغي لمن بلغته مصيبة، عافانا الله وإياكم، أيا كانت هذه المصيبة، عليه أن يفعل هذه الأشياء أو يتحلى بهذه الأشياء. رقم واحد الصبر، فيسن الصبر على المصيبة، ويجب منه ما يمنعه عن المحرم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصبر واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. الصبر هو حبس النفس، حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرف، يعني مش عارف النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كذلك لابد وأن لهذا المبتلى أن يتحلى بالرضا بالقضاء والقدر والتسليم التام لأمر الله عز وجل. وهذه الصفة من أعظم صفات المؤمن المتوكل على الله، المصدق بموعود الله جل وعلا، الراضي بحكم الله وبما قضاه الله تعالى. بل الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الواردة في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال في يعني في جملة الحديث: فأخبرني عن الإيمان. عندما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. كذلك عند المصيبة وجب أو عليك أن تتحلى بذكر الله عز وجل، وتتلفظ بهذا الذكر: إن لله وإنا إليه راجعون. وذلك لما جاء في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. ولو أن يزيد: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لما جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منه. قالت: فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت: ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم عزم الله تبارك وتعالى علي فقلت، يعني تلفظت بها أخيرا: فما الخلف؟ قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عند الابتلاء أن تعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، لذا فهي مليئة بالمصائب والأحزان. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في التعب ومشق. كذلك تذكر أيها الحبيب أن العبد وأهله وماله لله عز وجل، فله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. قال لبيد: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. كذلك ينبغي عليك أيها المبتلى أن تستعين بالله تبارك وتعالى على المصيبة بالصلاة، أن تستعين على المصيبة بالصلاة. قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، ومنع حزبه أي معنى يعني حزبه أمر، يعني أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم. وهذا هو حال المؤمن الصادق الذي لا يخطر على قلبه في وقت المحن والشدائد إلا تذكر الله تبارك وتعالى، لأنه وحده هو الذي بيده مفاتيح الفرج. ولما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبر بوفاة أحد إخوانه، استرجع وصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس،
ثم قام ويقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن أيها الأحبة، كان هذا هو مشهد إلقاء يوسف عليه السلام في البئر، يوسف عليه السلام في البئر وحيدا في الظلام، وفيه شبه بيونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت، وفيه شبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان في غار الثور في يوم الهجرة. إذن أيها الأحبة، يعني ليتنا نأخذ العبر ونأخذ العظة من هذه القصص التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، ونستكمل في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصة يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهلال أقبل تعال